في مجلس النواب لما كان يصوتون على الوزارة يقول وزير العمل يقف يقول لي صوت لي أنطي كل واحد حصته 10,000 أو 1,000 بطاقة من بطاقات الرعاية الاجتماعية، قد من عندها الوصول إلى للأسف الشديد إلى مؤشرات السعادة بهذه المستويات. مؤشرات عديدة وكثيرة، هي 9 محاور يمكن الكل يقدر يطلع عليها، ومنها ما تفضلت به هي مستويات الفقر، مستويات الصحة، مستويات الدخل. وهاي المشكلة أن العراق لديه دخل عالي لكن مؤشرات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية ومستويات الثروة المستدامة كلها فقط أوراق، فقط كلها غير صحيحة. والدليل على ذلك، حتى إذا أحد يقول لي أين الدليل في كلامك، الدليل على ذلك وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كلما أتت أمة لعنت أختها، كل ما يجينا وزير يطلع له 100-200 ألف واحد غير مشمولين. ها هي بس طيب من شملهم؟ طيب كيف تم شملهم؟ يعني وهذه مشكلة، يعني يمكن تحت الكواليس توجدان كل اسفد قضية هذه من تحت الكواليس. في مجلس النواب لما كان يصوتون على الوزارة يقول وزير العمل يقف يقول لي صوت لي أنطي كل واحد حصته 10,000 أو 1,000 بطاقة من بطاقات الرعاية الاجتماعية. لذلك من يجي وزير آخر يعرفهم يطلعهم 200,000، زين وال200,000 طلعوا ما عليهم عقوبات صار لهم سنين. يعني بهيك حالة دكتور، هذه هي من المؤشرات. يعني أنت سبقتني بموضوع، يعني بهيك حالة اليوم الحكومة تعتمد على نسبة الباحثين عن العمل فقط ليس المستحقين للعمل. أحسنت. يعني عندنا مهندسين، عندنا معلمين، عندنا أيضا أطباء، لكن يمتهنون بغير مهن كثيرة، يعني بالتالي هم يندرجون ضمن المستحقين للوظيفة، الحكومة والشركات الخاصة. إذن اليوم الحكومة ما تعتمد على نسبة السعادة بين قوسين، يعني ما عندها أي مؤشر. هي إنما إحنا ما ننطق من الفلسفة الإسلامية. إنما الأعمال بالنيات. تمام. هل الأصل في الحكومة يعني تريد توصلنا إلى السعادة؟ يعني هل هي في نيتها هذا؟ ما نعرف. هذا يحتاج إلى بحث وحده. ربما هم باحثون عن عدم إيصالنا إلى السعادة حتى نظن نشتغل ونبحث، ما نعرف. هذا السؤال يوجه إلهم، ولكن المؤشرات تقول أنهم لا يفكروا في المشكلة. هل يفكروا في الشعب أصلا؟ هل يفكر هناك شعب؟ ولذلك مو احنا هم المشكلة لدينا يعني عميقة. شوفي انا ست وجدانة دائما اقول هناك حلقة مفقودة في كل بين السياسة وبين الاعلام وبين الخبرة، الا وهو ما يعرف بعلم النفس السياسي. هذا العلم المجهول الذي يكشف الاخرين. واحدة من علامات التحليل النفسي والتحليل الشخصي اذا ردنا الى مفردات الحكومات كاشخاص نجدهم عندهم مشاكل نفسية وعندهم مشاكل اجتماعية، وما زالت لديهم إسقاطات بعدم الحب لا للعراق ولا للعراقيين. والدليل أن أحد الوزراء، يعني بحقيقة واحد من وزراء كثيرة، لما كانوا أساتذة الجامعة يروحون يقابلوه شو يقول لهم؟ أو مثلا يقول لك شنو تشتغل بزمن صدام؟ يعني سؤال ورأي مباشر. ما زالت هذه العقدة، فأين السعادة؟ فلذلك هم يعتبرون نحن يعني من الظلمة ومن القتلة، وهذه مشكلة كونك. لذلك يتعاملون معنا وفق إسقاطات نفسية عميقة. لذلك السعادة هي ليست عملية يعني تحققها فقط في مخيلتك، هي سلوك نحاول أن نصل بمشاعرنا من خلال ننتج هرمون السعادة. هاي الحلقة هذا هرمون السعادة يحتاج إلى آليات. نعم.